هبدأ معاك على طول في بداية مشوارك بالنادي الأهلي. أنت بدأت مشوارك بهدف في مرمى الزمالك في مباراة السوبر، ده بيمثل لك إيه كلاعب في النادي الأهلي؟ أعلم الأهمية الخاصة بالمباراة، وأنا سعيد جدا إن أنا حققت الهدف الأول ليا. كان في مباراة زي مباراة كاس السوبر، مباراة ديربي، طبعا كانت مهمة بالنسبة لنا كلقب، فده يخليني سعيد إن أنا قدرت أحقق وأساهم في المكسب للكاس نفسه. بداية مشوارك في النادي الأهلي كانت بتألق، لكن كيف ترى هذه البداية في مباراة زي مباراة السوبر المصري؟ كانت مباراة مهمة جدا في بداية الموسم، فوز دفعة، أعتقد أنها كانت مهمة ليا ومهمة لباقي الفريق، إن أنا أول ما أوصل أكون بطل داخل النادي الأهلي، من أول مباريات اللي أقدر أقدم فيها أوراق النادي للجماهير. ده خلاني سعيد وانعكس عليا في الملعب بعد كده في باقي المباريات، إن خصوصا إن أنا بادئ بفوز مهم زي ده وبلقب مهم زي ده في بداية الموسم. وده لأن أنا موجود ومتواجد في نادي كبير جدا وعندي طموحات كبيرة محتاج أحققها مع النادي، ومركز جدا على إن أنا أفوز بالكثير من الألقاب مع النادي.